بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي أعزائي على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم. معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دردشة في الجودة. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، هو ليه بعض أفراد الجودة بيشتبكوا مع الإدارات الأخرى، سواء الشباك لفظي وساعات بيمتد الشباك بالأيدي، وبتحصل ما بينهم خصومات وزعل ومشاكل كبيرة، بتحول بدل مشاكل في الشغل بتحول ليه مشاكل شخصية. أنا أستعرض معاكم باب خبرة 31 سنة اللي فاتوا في عديد من المصانع والشركات، معظم الأسباب اللي أنا قابلتها في حياتي، وهنطرح الحلول. طبعا مش معناه ان هي كلها موجودة في مكان واحد ومفيش سبب واحد هو بيؤدي للمشكلة دي. اول مشكلة انا شايفها رئيسية هو عدم وجود نظام اداري فعال. يعني بتخش شركة مفيش اجراءات واضحة لكل عملية، سواء عملية الانتاج، عملية الجودة، عملية الصيانة، مفيش بروسيدرز اجراءات عمل واضحة. الاجراءات دي ممكن تبقى فيه موجوده بس مش فعاله، بمعنى ان ما فيهاش مؤشرات اداء الكي بي ايز، خلاص ما فيهاش، مش محدده فيها المسؤوليات بشكل واضح. العلاقه ما بين كل عمليه والاخرى بنسميها البروسيس ابروتش، علاقه العمليات ببعضها مش واضحة جوه الإجراء أو جوه النظام جوه الشركة بشكل عام. حتة التوصيف الوظيفي، إن كل واحد يبقى عارف مهامه ومسؤوليات وعارف صلاحيات وعارف المسألة هيتسأل على إيه، دي بتبقى مفتوحة. تلاقي التوصيف الوظيفي مكتوب فيه كلمتين كده، إيه، مش مغطيين العمل بشكل عام، مش محطين فيه صلاحيات، مش حاطين فيه المساءلة، فبالتالي تلاقي التوصيف الوظيفي فارغ أو ضعيف. ساعات بتبقى أنت بتعين الشباب في الجودة عشان الأيزو كده، لو أنت مش مقتنع بالدنيا فبتعين الشباب بقى إيه وتديهم مرتبات على قدهم وبترميه في صالة الإنتاج مع وحوش بقى، يعني ناس إيه شغالة بقى لها 15 سنة 20 سنة في صالة الإنتاج. فيجي واحد مثلا يقول له هو البتاع دي معموله كده ليه، يقول له يا ابني اجري بعد بعيد شوف حد يعلمك الاول اللي انتوا جايبينه لنا ده، وابتدي بقى ايه التاني بقى ايه يستحمل مجرد ما يفهم بقى الشغلانه يبتدي بقى ايه يبتدي يردها له، بتبتدي العداوات من هنا. او بتعين شباب في الانتاج بس دي نادر، شباب داخل جديد وبيبقى مدير الجوده قديم، فيقعد بقى ايه زي ما بيقول بالبلدي كده ايه يتنطط عليه يقول له ده مش عارف ايه ده ايه والكلام ده كله. فعدم تأهيل الافراد ده، طبعا مش معنى كده انا ضد تعيين الجداد، لا، انا طبعا كلنا ابتدينا جداد، بس لازم يبقى في مدرسة جوه الشركة، سكول اكاديمي. كل الشركات الكبيرة بتعمل كده، ان اي فرد بيخش جوه المؤسسة لازم ياخد تعليم اساسي عن الصناعة، بحيث يوم ما ينزل يشتغل لازم يبقى فاهم هو بيشتغل ايه، يوم ما يتكلم قاعد بيقول ايه، عارف حدود وعارف مسؤوليات وعارف صلاحيات وعارف يتكلم مع المدير ازاي، مع المشرف ازاي، مع زمايله ازاي. فحته تأهيل الافراد سواء انتاج جديد او جودة لازم يتم تأهيلهم. للأسف بيجابوا ويلبس البلطو ويروح زقه في صالة الانتاج ويسيبوا بقى في وسط الوحوش بقى ايه يصارع الحياة بقى والبقاء في الاخر للأقوى والأصلح. نقطة كمان مهمة، بعض الصفات الشخصية لبعض الأشخاص بتبقى ساعات في بعض الأشخاص عندهم حتة بالفوقية شوية، أو ده أنا كذا، ده يعني مين اللي يجي يعدل عليا، ده أنا اللي مربيك، وده يعني بقى عنده كده السلوك كده إيه في نوع من الاستعلاء على الآخرين. فدي بتعمل مشكلة في عملية التواصل. ضعف دور إدارة الموارد البشرية في خلق بيئة بنسميها كالتشر، بيئة للتواصل الجيد ما بين كل الأفراد جوه المؤسسة، برضو بيساعد على إن الناس تعرف تتواصل مع بعضها، وكل واحد بقى بياخد حقه بإيده. ما هو عدم وجود نظام جوه الشركة بتتحول لغابة، خلاص.
عدم وجود نظام واضح ايه مواصفات المنتج بتاعي، ايه الحدود المقبولة والمش مقبولة، امتى اقبل المنتج ده وامتى ارفضه. خلاص، عدم وجود الوضوح ده وعدم وجود توصيف جيد للمنتج المطابق والغير مطابق بتخلي الناس بتختلف. طب ده اعدمه، ده ارميه، ده يتعمل له اعادة تدوير، ده متعملش اعادة تدوير. الدنيا لو مش هي متواضحة، التاريخ مظبوط، لا معوج، العلبة دي مقبولة مش مقبولة. عدم وجود نظام لجودة المنتج نفسه، للقبول والرفض، للفعل بقى الفعل اللي هعمله في حالة ان المنتج ده غير مطابق. عدم وضوح الكلام ده كله بيخلي الناس بتجتهد وكل واحد عاوز يفرض وجهة نظره، لعدم وجود مرجعية واحدة ليهم هما الاتنين. فتوحيد المرجعيات خاصة بالمنتج والحدود القبول والرفض بتبقى مهمة جدا. ساعات بتحصل مع الصيانة عدم وعي أفراد الصيانة بحساسية الصناعات الغذائية. هو بيجيب واحد شاطر فاهم في الكهرباء، فاهم في الميكانيكا، هو شاطر يصلح لك المكنة، لكن يخش بقى بالشحم والزيت ويلوث لك هنا ويحط العدة هنا، هم أهم حاجة صلح لك المكنة، فاكر إنه بيصلح عربية في ورشة. لا، أنت في مصنع أغذية، هل مشكلته؟ لا مش مشكلته، مشكلة اللي دخله من غير ما يأهله. خلاص، يأهله يفهمه الصناعات الغذائية حساسة ولازم تاخد تدريب كذا، النظافة الشخصية الكذا، التلوث العكسي اللي انت ممكن تسببه، لازم الراجل ده يؤهل في سلامة الغذاء ويؤهل في علوم الجودة، بس يبقى فاهم ان هو ممكن يخش يبوظ الدنيا بسلوكيات هي دي طبيعته، هو مش قاصد انه يعمل مشكلة جوه صالة الانتاج، بس هو دي طبيعته الشخصية. هو بيشتغل، كان جاي في ورشة، كان جاي في شركة عربيات، كان جاي في كذا، خش بقى في مصنع أغذية، مصنع معدات حساسة، الكلام ده كله لازم يبقى عنده ثقافة الصناعة اللي هو رايح يشتغل فيها، مش بس مهندس كهرباء أو مهندس ميكانيكا وداخل وخلاص. خلاص، فالفكرة كلها هي فكرة منظومة متكاملة. خلاص، عدم وجود المنظومة المتكاملة هو اللي بيخلق الخلاف ما بين الأفراد كلها. خلاص، فعشان نلم الدنيا دي كلها، فاحنا بننصح أصحاب الشركات اللي هم دول المعنيين أو الإدارة العليا، إن أنت لازم يبقى عندك نظام إداري فعال جوه المؤسسة، في كل الكلام اللي قلناه، في إجراءات عمل، في علاقات ما بين الإدارات، في مؤشرات أداء الأفراد ليهم، التوصيف الوظيفي الكامل بتاعهم. لازم تشكل فريق يدير الأحداث اليومية. الفريق ده مكون من فرد من الإنتاج وفرد من الجودة وفرد من الصيانة، غالبا المديرين، ممكن تبقى فريق تاني من المشرفين. الناس دي بتجتمع بشكل يومي 10 دقايق كل يوم، ربع ساعة، يناقشوا أحداث اليوم اللي قبليه، يشوفوا المشاكل اللي موجودة ويضعوا الحلول مع بعض. لازم الناس تشتغل كفريق عمل. تشكيل الفريق ده ليه آلية، مش تقعد 3 مع بعض وتقولهم ما تضربوش بعض، لا، يعني ليه آلية تشكيل الفريق وتأهيل الفريق والتواصل ما بين أعضاء الفريق، وفي حالة الاختلاف بنحل الخلاف بينا ازاي. يعني لازم يتشكل فريق فعال من العناصر الأساسية، طبعا ساعات بنضم ليهم المخازن. بعد كده ان انت الافراد اللي يجولك جداد سواء انتاج او جودة لازم تأهلهم، تحطهم في وسط فترة تأهيل كده، يبقى عندك برنامج تأهيلي 3 شهور، شهرين، مش تلبسه البلطو وتروح سايبه في صالة الانتاج بقى والكلام ده كله. لازم عندك آلية تأهيل، بس انا ما دخلش الفرد ده جودة صالة الانتاج يشاور على حاجة مقبولة او مش مقبولة، او ادخل فرد الانتاج يخلي الجودة فيه يفترسوا جوه الصالة يقول له ايه اللي انت بتعمله ده وايه اللي مش عارف ايه والكلام ده كله. لا، يبقى ليه تأهيل، بس الشخص ده يبقى ليه زي مميز، ليه كاسكت او ليه شارع على كتفه، معروف ان ده تحت التدريب. خلاص، تحت التدريب حد بيتولاه، منتور ليه جوه، سوبرفايزر ليه، يقعد بقى شهر شهرين 3 لغاية ما يختبره ويتأكد ان هو فعلا فاهم دوره وفاهم مهامه كويس وفاهم علاقاته مع الاخرين، ببتدي بعد كده ايه، خلاص بقى انت ايه، رسمي مسؤول جودة او مسؤول انتاج جوه الصالة. الحاجة الاخيرة المهمة هو نشر ثقافة علوم الجودة اللي هي بيفتقدها
كتير من الشركات وكتير من الزملاء الشباب بتوع الجودة اللي بقابلهم، بيبقى شاب جميل وكله حماس وبيحب شغله، بس هو مش فاهم، او اللي فهمه فهمه غلط. خلاص فهمه ان انت شطارتك انك تعلم على الناس علوم الجودة الأساسية، الأدوات الجودة السبعة 7 كواليتي تولز، يبقى فاهم statistics، يبقى فاهم ايزو، فاهم يعني ايه improvement، يعني ايه process approach، مفهوم العمليات. نخش خطوة بعد كده قدام، يبقى فاهم يعني ايه كايزن. كل حاجات انا اشرحها طبعا في محاضرات الأكاديمية بتاعتنا اللي بنشرحها، بس بنتكلم بشكل عام. فاهم يعني ايه اللين مانيفاكتشرنج مثلا، فاهم يعني ايه سيكس سيجما. مش هيبقى خبير بس يبقى فاهم، عنده اساسيات، وحسب مستوى الشركه بيرتقي مستوى فهمه. علماء الجوده زي ديمينج وزي جوران وزي الناس دي كلها لازم يبقى عنده ثقافه. الشخص الجوده ده لازم تاهله بشكل كويس معايا، بتديله على قد مستواه، مش هيبقى خبير جوده معايا لا، بس لازم يبقى فاهم علوم الجوده، فاهم ثقافه الجوده، وفاهم ان دول ارتقت بعلوم الجوده. فالجوده لا فتوانه ولا فرده صدر ولا ان انا زعق ولا ان انا اعمل الكلام ده كله. الجوده مش كده وعلوم الجوده مش كده، ولازم الناس كلها تفهم جوده، الانتاج يفهم جوده، والصيانه تفهم جوده، والمشتريات تفهم جوده، والمخازن تفهم جوده، وبتاع الجوده طبعا لازم يفهم جوده. كل الناس دي لما تفهم ثقافه الجوده وتفهم آلية العمل وتفهم ان احنا كلنا جوه المؤسسة بنشتغل لصالح الشركة، احنا مش اعداء، احنا مش طوائف مختلفة معايا، احنا ما بنحاربش كل واحد رفع العلم بتاعه الادارة بتاعته، لا كلنا مع بعض كده لازم بنشتغل بهدف واحد، ان احنا ننجح الشركة اللي احنا فيها، نطلع احسن انتاجية باقل عيوب، نتعامل مع المشاكل بشكل حرفي عشان ما تتكررش تاني، نحافظ على الكيان اللي بناكل فيه عيش عشان الكيان ده يكبر في الاخر ويحقق اهداف البيزنس، ولما الكيان ده ينجح كلنا بنبقى نجحنا. واتمنى ان تكونوا استفدتوا وجاوبتوا على السؤال اللي اتسال لي من كام يوم. نشوفكم على خير في دردشه جديده في الجوده. معكم ايمن ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.